بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وراح نتكلم عن درس مبسط كيف نقدر نشوف الخلايا للناس اللي ما تعرف أي شيء عن هذا الموضوع. طبعا راح نتكلم في هذا الدرس كمقدمة مبسطة جدا عن الميكروسكوبات التي توضح تركيب الخلايا. طبعا ما نقدر نشوف الخلية إلا عن طريق اكتشاف الكثير من الأجهزة العلمية والمتطورة. طبعا كلنا نعرف أصبحت وسائل فحص التراكيب الدقيقة للخلايا والأنسجة تتم بواسطة أنواع مختلفة من الميكروسكوبات. طبعا هذه الميكروسكوبات صممت على أساس عملها على زيادة القوة التحليلية للميكروسكوب أو المجهر، وكذلك زيادة الفروق بين معدات الانكسار الضوئي وغير الضوئية والليزرية للتراكيب الخلوية، وبذلك يسهل مشاهدة والتفريق بين العينات الأخرى في بعض المجاهر والتلسكوبات المجهرية. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس كمقدمة مبسطة جدا في الموضوع، وإن شاء الله راح نتكلم عن المجاهر بشكل أكثر في الفترة القادمة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم في درس قادم جديد.